في أمين شرطة علينا مرة واحدة كده من المنطقة يبعد عننا بشوية بالمسافة. حصلت مشكلة بينه وبين حمادة من فترة، من 2009. في مشكلة حصلت بينه وبين حمادة من 2009 اتعملت بيها محضر هما الاثنين، وده طلع بكفاءة وده دفع غرامة 200 جنيه وده دفع 200 جنيه وانتهينا الموضوع على كده خالص. هم بيطلوا النية بقى. محمد أخويا من حوالي شهرين كان في شارع البصراوي وكان في جنازة كانت موجودة، وجاء من الشرطه اللي اسمه احمد الطيب دوت، خلى الجنازه معديه وراح اشتبك مع ستات. محمد اخويا صدر له وحصلت مشكله ما بينهم، واحمد الطيب قال له انا مش هسيبك ومش هعملك، والكلام ده كله كان من شهرين. حماد راح يدفع كفاله لصديق ليه في الاسم، قال لي واحد صاحبه محامي، فطلب منه ان هو يجي ويجيب له كفاله مقدار الكفاله دي 10,000 جنيه. فمحمد خد الكفاله وراح عشان يدفعها له، فقابله قال له انت جيت لي برجليك. قابله احمد الطيب قال له انت جيت لي برجليك، وراح ماسكه من الحزام. الشهاده ديت من بق ظباطه، من نص، من بق ناس كانت حاضره جوه الواقعه. وحصل كلام بينهم، مشاجره بينهم، ما كان من الامين استخدم سلاح الميري بتاعه وضربه وموته داخل القسم. اشتبك مع احمد الطيب امين الشرطه، فاحمد الطيب راح ضربه بالنار، ضربه بتلات رصاصات، مات. ليه اتقتل؟ ليه اتقتل والاخر يتقال عليه المتحدث الرسمي بتاعهم اللي هو المفروض متحدث رسمي يقول الحقيقه، ما يقولش الحقيقه ليه؟ يا سيدي حتى لو اتقتل، حتى لو انا رايحه في اي حاجه يقتلوني، ليه الانتهاكات دي بتاعتي؟ ثوره 25 يناير يا ابني اول ما قامت على انتهاكات الشرطه، ليه رجعوا تاني ليه؟ ده احنا اللي وقفناكم على رجلينا، الشعب ده اللي وقفك على رجليك، وقف معاك وقال خليها لبلدنا عشان بلدنا تقوم. انا صدقت كل شيء صدقته، والاذاعات دي كلها كدابه. انا للاسف مش بتفرج على الجزيره، ما كنتش عايزه اتفرج عليها، انا بتفرج على التلفزيون بس الجزيره اللي جابت الحقيقه. الخميس اللي فات قعدت 4 ايام، يوم 13 4 اختلوه في الاسم، اختلوه في الاسم، ما كانش فيه مشاكل، ما كانش فيه حاجه. الراجل رايح يدفع كفاله لواحد صاحبه وصاحبنا عامه، يختلوه في الاسم ويتضرب بقلب النار بقلب الحاجة، ناخده من الاسم مرمي في طرقه الاسم، ناخده ودي المستشفى المركزي، 4 عربيات مصفحات يطلقوا علينا، قنابل مثيره للدموع، خرطوش وحي. بلاش وزير الداخليه يعني هو يتكرم ويتواضع ويسمعنا، لان احنا شعب، احنا مبابي هنا كتله، يعني مش قله، احنا كتله، فلازم يبص لنا برضه شويه. حماده اتظلم، حق حماده في رقبه امبابه كلها، وهو شاف 10,000 بني ادم غير الحريم طالعين ورا حماده. حماده كان انسان وكان محترم. هم معاهم ضرب النار، هم معاهم ضرب النار، واحنا معاهم الحاجز جبار، واحنا معاهم الحاجز جبار، واحنا معاهم الحاجز جبار، اوعى تنسى وخليك فاكر، مش هياكل تاني عساكر.